መዲና መስጂድ ነበው ያስተማሪ ናቸው። እንግዲህ እዛ የሚያስተምሩበትን ቦታ ተሰው እኛ ለመዘየር መጣው። እኛም የተለያዩ ፕሮግራሞችን እዚህም ክፍለ ሀገርም ተዘጋጅቶ ኢንሻአላህ በተቻለ መጠን ማህበረሰቡን ለማስጠቀም ይሞክራሉ። ሼኹ የሚያቀርቡት ፕሮግራም መቃሲድ ኪታብ ተውሂድ፣ ከኪታብ ተውሂድ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱልሃብ ካዘጋጁት ማለት ነው። ከዛ የምናገኘውን አንኳር ነጥቦች ሼክ ያብራራሉ። እኔም በተቻለ መጠን ለመተርጎም እሞክራለሁ። ኢንሻአላህ ኡራሂቡ ቢሼክ ፈዲለት ሼክ ፈሊተፈደል መሽኩራ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. لماذا ندرس التوحيد؟ توحيد الله من دنا من المارو. لو قال لنا قائل نحن الحمد لله موحدين لسنا بمشركين حتى يأتي فلان ويعقد دوره في التوحيد عندنا يوسو انيا موحدوش لن انيا مشركوش አይደለንም لمندن نو متو سله توحيد بروجرام يازاجاجو بين نعم من يجيب من نو يجيب من يعرف لماذا ندرس التوحيد توحيدا لمندن ما عندنا لا احد يعرف نعم يا اخي اوقف نعم نتعلم التوحيد نعم لنعبد الله وحده ولا نشرك به لان العباده لا تقبل الا بالتوحيد اي عباده لا تقبل الا بالتوحيد املكو يا التوحيد تقبلت سلاليلون وحتى لاكم من المشركين كمشركوچم كغاريوچم اندان نهون لا يدخل الجنه الا موحد جنه موحد سو انجا يغبا تكثير الحسنات تكفير السيئات መልካም ስራችን እንዲበዛልን ወንጀሎቻችን እንዲሰረዙልንም ተውሂድ ወስተን دعوه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام واتباع من بعدهم يا نبياتوچ ሁሉ ጥሪ ከነሱ በኋላ እነሱ የተከተሉት ሁሉ ጥሪያቸው ተውሂድ ነበር ممكن يسالك سائل وانت في الشارع تمشي يقول هل انت موحد መንገድ ላይ የተጓዝክ አንድ ሰው ሊገልጽ ይችላል አንተ موحد ነህ እንዴ لماذا تجيب ምንድነው መልስ تقول نعم انا موحد اه انا موحد ነኝ ትለዋለህ يقول ما هو التوحيد توحيد من النوع الى هذا بينه لي ابرر لي سكيلي لي اذا بينت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام هذا معناه انك موحد رصاصا بامتت ملكو توحيدا كابرر موحد نه معناتنا واذا لم تعرف التوحيد توحيدا كلاوك كن فهذه الشهاده شهاده زور يه مسكرنته يوشت مسكرنتنا كيف تدعي التوحيد وانت لا تعرفه توحيدا اللي توقال لم تلا انت سفاك الثاني قد يسالك سائل ولتنيو نتب عند سو ليتيك هيشلا يقول انت مشرك انت مشركنا عندي ليش تقول ملس مننا تقول اعوذ بالله بالله تبقى له انا لست بمشرك انا مشرك ايضا لهم تلا يقول لك ما هو الشرك شرك مننا ولو ليتيك هيشلا تقول لا ادري علىكم لتتشلا يقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري ساتوقوت اللي مشرك لا يمتغني تشلال يحرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك اكثر واعظم من تعظيم كل محرم وانت لا تعرفه شرك كلهم حرام نغروت يبلت حرام ادرغوب انت اللي ساتوقوت قرال اذا يا اخواننا نحن بحاجه الى التوحيد اكثر من حاجتنا للطعام والشراب مغبنا وها كم يسفلغن بلاي توحيد يسفلغنا لله هذا السؤال الاول لماذا ندرس التوحيد يا مجمرو طياقي لمندنو توحيدن يمنمار يميلو وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس التوحيد وحذر من الشرك منذ ان بعث الى ان توفاه الله حتى وهو على فراش الموت كان يحذر من الشرك ويدعو للتوحيد عليه الصلاه والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ود التوحيد يطاقو كشرك يستنكو نبره ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ حتى ሊሞቱ ፍራሽ ላይ ያሉ እንኳን ከሽርክ ያስተነቀቁ ነበር ይላል السؤال الثاني
لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد لمن مرت؟ لماذا؟ لمن؟ من يعرف؟ من يعلمهم؟ نصيحة العلماء. يعلموش مكر؟ لأننا طلاب. الطالب لابد له من الرجوع إلى العلماء في طلب العلم، يعني لا يطلب العلم على ما يحب. عند ثماري وقاتن بمثل قوملكو مفلق اللبتن كعلموش سمجسون فأيك نشال اللبت. سترى ثمرة دراسة هذه الكتب التي أوصى بها العلماء. نعم علموش على رأي ربات شون كتابوش وتيثات شون فريات شون تملكت الله. هذه الكتب أوصى بها العلماء نزيم الطافوش علموش على رأي ربات شون ونصح الطلاب بها فيها من الفوائد ما الله سبحانه وتعالى به علي. الله بتشيم يا وكم تام بركات تايمونا تتم يا الله تشوا كتابوش ناتشوا. إذا هذا السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ يه قلت تاني أنا لمن دنو يه الكتاب يمرتنا يميلو. من أهم الكتب. بتام عن قبل قبي كتاب سلوهنا لو. السؤال الثالث. صوت تاني أو. أي كتاب تقتني أو إذا أهديت لك كتاباً الآن ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء إذا لم تتصفح الكتاب بأكمله تقرأ مقدمة الكتاب وفهرسة الكتاب. نعم عند كتاب بسطه ملو بملو ما كبه مكالشال مقبئة وانت ملكتها له. نعم الكتاب هذا نريد نقسم ونفهرس هذا الكتاب إلى 10 أقسام. إهن الكتاب قصر كفل وشكفافلن ما يتنشلال لن يعني. مقدمة مقبي اللو وتفسير التوحيد يتوحيد ما أبرار اللو والأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله كالله سبحانه وتعالى وجئ من ملكه بمول باطن اللهم من رجوة شالوت وأسباب وقوع الشرك والكفر في الأمة زي أمة لي الشرك يتكسر بث المكنيات أسأمتال والرد على من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية بعرب كبلوس وينم بزي أمان الشرك هاي كسرتم بعرو سواش لهم رد ملسي ستال والأعمال الشيطانية يشيطان سروت شنم يفعل درقان وأعمال القلوب يلب تكبارو شنم يفعل درقان وتوحيد الأسماء والصفات يا الله سموتنا بهاراتوتشن بس زوري اللون توحيد ميابرارن والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات هذا التاسع بل نقدر يمكستو يا شركين وتوتشن ميابرارن وخاتمة الكتاب يا كتابو مزجا أسرين يوم نعيد أدق من لا توال عندنا في هذا الكتاب أقسام 10 زي كتاب التوحيد لي زي لي أسر كفلو تشالوت 67 باب سلسلة بابو تشالوت. نعم الأقسام 10 القسم الأول مقدمة كسروا كفلو تشي مجمرة مجمعنا والأخير الخاتم 10 أسر اليوم مزجانا مقدمة الأول يمجمر ومقبعه ثم تفسير التوحيد وتبيين التوحيد وشرح التوحيد كذلك تروي توحيد ما أبرر يلا ثم الأدلة والبراهين على أن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصنام ولا ما سوى الله كذلك تروك الله تبي من لكوت رسول صلى الله عليه وسلم بهنو طاوت بهن سهتة لهنا يمي سيبت بابان لن الرابع أسباب الكفر حتى نجتنبها أراد أن يبين أسباب وقوع الشرك والكفر في الأمة حتى نجتنبها زي أمة الشرك يتكسر بث سبب يا سيال يدكمو لما راقي تكمنا لله القسم الخامس أراد أن يرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية بعرب كل الوين بزي أمة الشرك هيكسر لم يرو سوتم من لا شيء سطال أم مستنيا ثم بين الأعمال الشيطانية كالسحر والكهانة والتطير يا شيطان تكبر وتشن يفعل ذلك دقمتني مثل قد يعمل كوني مثل القسم السابع أعمال القلوب كالخوف والحب سواء تني يلبس روج مفرات موجدني مثل القسم الثامن الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات يا الله سموتنا بغرياتوتنا اسم الكتاب التاسع هذا أطول قسم في الكتاب ذكر فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات زتنا اليوم زي كتاب لا يطام سفيون بارتي ميزو بنقرأ شيء من سرتشون يشير كائنات وشيء تكسب نعم ثم ختم الكتاب بخاتمة
هذه الأقسام العشرة بإذن الله تعالى سنمر عليها. لابد أن نعرف لماذا هذه العداوة للشيخ محمد عبد الوهاب أو لما يقال عنهم الوهابية. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لمن دنو ثلاثة درجوا يازم وين الوهابية يمرت لمن دنو. لا يوجد أحد على وجه الأرض من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أنه وهابي. لا تكتب يا أخي، اترك الكتاب. نعم، لا يوجد أحد يقول أنه وهابي. مرتني أني وهابي إن يميل إلا. لكن سار هؤلاء على ما سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يرمون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بألقاب حتى ينفر الناس عنهم. الذي سويت ميقوازوت ينبيات تلاتوج بميقوازوت بتمن قرنو ينبيات تلاتوج نبيات بتعم مدفو بهم سياميوتش يسيمو سويتين كنسو يارقو نبرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، رسول صلى الله عليه وسلم تامين بتعمو نتنيا نبرو. سمي بمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد مسجنو تبلو تدرتوال. لكن عندما بعث عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر وكذاب وكاهن. لكن نبيات صلى الله عليه وسلم سلاكو دقامينو أنقوينو بلو سماتشونا طفواتشو ومجنون ابدنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن يلحق أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من بعدهم. رسول صلى الله عليه وسلم بزينة أرتواتشو يعلفوكو هنا الساتشون يمكثروا سواتشنا بزي منكم أتراتاتشو يما يكرنا جمع. نعم، فقالوا عن أهل السنة، ذكروا لأهل السنة ألقاب حتى ينفر الناس عنهم. أهل السنة وجن بتلاقي اسم يسيمو سواتشن كأهل السنة وجن مراك مكران. قالوا عنهم أنهم مشبهة، خلاص خلي هذه لي، مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب ونوابت وغثاء ألقاب، ومنها اللقب الوهابية. نعم، يعني لا ترجم عليها. لا 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 ترجم، قل المهم ألقاب. نعم، يتلاقيوا بزوس ياميوش اللي يسنتو سوتشن يركعلو كنزي مفكر عنده وهابية بلو ما سيمات شونو. وكل ما الناس يعتاد على لقب يخرج لقب حتى ينفر الناس عنهم. يهونا قتل سم يهوتونا سوتش عنن قتل سم سلم دوت للا عديس قتل سم بمامتات سوتشن كهلو سنوتش يركعلو. لا يوجد أحد يقول أنه وهابي. لكن هم أرادوا هذا، أرادوا أن ينفروا الناس على التوحيد. كل من يعلم الناس التوحيد يقال عنه وهابي. إذا سبب العداوة هي التوحيد. نعم، فالآن كل من يعلق الخلق بالخالق يقال عنه وهابي. فطرانا كفطر غير يمياغنانين كله وهابي يلتال. ثم هم ارادوا ان يقدحوا في اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واذا هم يمدحوهم. بماذا؟ لانهم عندما يقال عنهم وهابين هذا معنى ان نسبوهم الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، ان الله هو الوهاب. نعم، እነሱ መተቸት ፈልገው በተዘዋወሪ ግን ያመሰገኗቸው ነው። ምክንያቱም ወሃቢያ ሲሉ ያስጠጉ ያሉት ወደ አላህ ነው። አላህ ነው ወሃብ ለጋሱ አላህ ነው ይላል። نعم، هذه كتب الشيخ محمد عبد الوهاب موجوده رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب መጽሐፎች ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት. ليس فيها كلمه واحده مخالفه لما عليه السلف. ሰለፎች ላሉበት መንገድ ከሰለፎች መንገድ የሚቃረን አንድም ቃል አታገኙም። تميزت كتب الشيخ وخاصه هذا الكتاب بالادله من الكتاب والسنه. የሸህ ኪታቦች ልዩ የሚያደርጋቸው በመረጃ የተሞሉ ናቸው። በተለይ ይሄኛው የኪታብ ተውሂድ ማለት اذا كتاب التوحيد تميز بامور منها الادله من الكتاب والسنه. ኪታብ ተውሂድ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው መረጃ ከቁርአንና ከሐዲስ አሟልቶ በመያዙ ነው። المؤلف هذا الكتاب امام يزيد كتاب صافي مري امام نبره. شهدت له الامه بالتقوى والصلاح والاستقامه. امه وبعدك عليه الله بمفرات بطرونت يتمسكر لنا الشيخ عاصر الشبه ورد عليها ك
كشبهة بعلبة زمن نورا ولا شبهة من سيستون قالوا عنها أنه بخاري هذا الزمن يزي زمن بخاري تبلوال لأن هذا الكتاب كتاب التوحيد قالوا هو قطعة من صحيح البخاري يه كتاب التوحيد كصحيح البخاري وهنا بارتنا ونبالي شلاله حسن التبويب والترتيب والتصنيف في الكتاب الكمامتو عطاطافو رئيس عبجاجتو بتام يا مارنة يمارقنا وضع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب القبول في الأرض الله سبحانه وتعالى يكتب تقبلنا تدينورا مريت هذا القول اشتغال بهذا الكتاب بحفظ الكتاب وشرح هذا الكتاب كثير جدا بزي كتاب بيزي يهونو بتام بمامرات بمحفز بيزي يهونو بتام بركاتنا إذا لابد أن نهتم بهذا الكتاب لأن اهتم العلماء بهذا الكتاب لابد أن نهتم به نعم العلماء بزي كتاب يتكرر تعرفهم كي يدون يام كتاب ولا يتكرر تنال الجبة الكبانية نعم المؤلف رحمه الله لم يكتب مقدمة لهذا الكتاب. صحابي الذي كتاب مجبي على بجلته. لا يوجد مقدمة في الكتاب قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب سجمرو كتاب التوحيد عنا وقول الله تعالى الله دار بلو بقرآن أنقذ جمرو مالك. صلوات نم جن وجن يفتر فاتون إن يعمل كنوا بميلا. لماذا؟ لمن؟ لأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة وهذا هو التوحيد. مؤلفه صحافيه سويتشن كقرآننا كحديث قارا ما استساسر سلفا لقناه توحيد مبالو دغمو إنيونه وقلنا اقتدى بعلماء السلف ومنهم البخاري رحمه الله البخاري لم يضع مقدمة لكتابه الصحيح كالسببيت بنبروا علماء اجتمرتونه إمام البخاري كتابات شون صحيح سيازقاجو مقدمة مقبعة على الرجل لا تميلا نعم ويقال أنه قال كتاب التوحيد أن كتاب التوحيد هذا مقدمة لا يحتاج أن أشرح لك ما في هذا الكتاب واضح عندما يقول لك كتاب التوحيد كتاب التوحيد سيرو يراس مجبيانه من لما تتفلقه يتوقع سلونا مجبي على سفلقه نعم وقلنا الأبواب الخمسة هي كالمقدمة لهذا الكتاب أمستو بابوش لذي كتاب أمستو رسوش لذي كتاب عندما مجبي على الكتاب وجد في بعض النسخ الحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا التموش لي عندما مجبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اندي نغروش تاغين توالل نعم نبدا الان بالباب الاول الباب الاول هو باب وجوب التوحيد يمجمرون توحيد قدنا يميلوا باسنا لم يبوب له يعني ما قال باب وجوب التوحيد لكن العلماء نظروا رحمهم الله في الادله وجدوا ان تجتمع في وجوب التوحيد توحيد قدنا يميل الرئيس على بجلة نقدر من علماء تملكتنا حساب تملكته ورئيس على بجلة مالتنا فالتوحيد هو أوجب الواجبات كقديتا وشل ويكبر قديتا توحيدنا وأول الواجبات كيمجمر قديتا مسونا ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النبي أتوشم يملكتني وشم الرئيس نبرا فلا يمكن أن نترك التوحيد توحيد اللي انتوا بفتسوا ما يقبع ولا بد أن نبدأ بالتوحيد بتوحيد مجمرات شنم قلتنا لنا نعم الباب الثاني ولتني وباب ذكر فيه المؤلف فضل التوحيد صحابيو يتوحيد تروفاتو تشيتك أصبتنا لماذا؟ لمن؟ أراد أن يشوق القارئ للتوحيد يهن الكتاب يميان البنسو توحيد انديوت انديكو أمتنا وانت لأن الشيطان لا يريد أن نتعلم التوحيد ولا نعلم التوحيد شيطان توحيد عندنا استمر ما يفلق وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أهل الشرك لا يريد ذكر التوحيد وأهل التوحيد يريد التوحيد هذا معنى مختصر نعم يتوحيد بالبيتوج بتوحيد بميوساقزي يدست على قالوا بهلا عند القرآن أنك تنبهوا الله سبحانه وتعالى ببتشين نت بمين ملك كذي نزاك الله وتشي على نكال إمي أمر كذ لبوا تشا شو بتأمي تشان أنك قالوا كالله وتشي على تبمي وسوا كذي لكن بتأم دس إلى تشال إرسورس دس تا تشوني قلت قالوا يعني هذه الدورة مثلا لو كانت في كتاب النكاح كيف كان الحضور يي بروجرام كتاب النكاح سلا نكاح من نور ربت بيهون سنت الناس تسوي بين البلد سبحان الله لابد أن نفرح بدرس التوحيد سبحان الله توحيد بمنمارات شنو تعمل ندسة في كبار كيف
وهذا فيه حياة القلوب. يه توحيد يلب هيوت يمنا لباتن هيوت يمياجن يبتن. التعرف على الله. كالله قاري من التوابق. التعلق بالله سبحانه وتعالى. كالله سبحانه وتعالى قاري من الجنان يبتن. إذا لابد من تشويق الناس للتوحيد. سوتشن توحيدن عندي ودو للنظر قاتشوي كبال. فالباب الثاني أراد منه المؤلف رحمه الله أن يشوق الناس للتوحيد. هي قلت تاني باب سوتش توحيدن عندي ودو ياد الرجوب بتنا الصحافي. لأن أهل الضلال نسأل عافية السلام وقال التوحيد عرفنا. طب مثلا ياد سوتش منالو الله يطبق لنا توحيدن النوق لنا. ولا داعي نعلم الناس التوحيد. من سويت توحيد من الناس تمربت من ما ينتبك نيات يلا. طيب تنظر الآن أمام عينك تنظر التمائم. سويت هيرزن أنت تلوت ملكة الله بينا. من ينحني. ك شكل لا تقوم بس سلام من. من يطوف حول القبور. بقبر زوريا طاف ميادر جن سولت ملكة تشلال. من يتمسح بالصالحين. بصالي سويت ينك كبرك هاي مفلق أنت تاجين تشلال. من يعبد حتى الشمس. عندنا الصغار عندنا أنا لا أدري عندكم عندنا الصغار إذا سقط منهم سن يستقبل الشمس ويرمي السن للشمس. فهذا الذي تراه حتى استقسام بالأزلام عندنا يعلم الولد إذا أراد يمشي أو لا يمشي أن يأخذ رقم 1 2 هكذا أرقام حتى يمشي أو لا يمشي. هذا استقسام بالأزلام يعلموهم يعني من أعمال الجاهلية عندنا أشياء يعلق على البيوت العين الكف على السيارة يضع خرق قديمة خرق ملابس قديمة نعم ماكينات شوالي دقمو يدرو يتلبسوا لبسوتين ينتلطلالو او يكتب بعض الكتابات يقول الحسود لا يسود مثلا ويم يونا نغير لصف يشلال لماذا قال حتى تدفع العين عين الناس اللي مملسنا يلال من الذي يدفع العين عين الناس اللي مملسوا ما النوال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتشانه اذا طيب هذه الشركيات اللي نراها لا نحذر عنها النزي هون يمن ملكت عشان شركوش ما استنكر إلا بنم الحلف بغير الله الله سبحانه وتعالى وجبات وكانت ممال تعبيد بعض الأولاد لغير الله هسانة كالله سبحانه وتعالى وجي بارنة يمي تقوم سمن مسيا عبد الحسين مثلا يا حسين باري عبد مسيا نعم إذا لابد أن نتعلم ونعلم التوحيد توحيد من مراتنا ما استمراتنا قديت ونفرح بدرس التوحيد توحيد من مراتنا ندرسه في قبال ثم جاء بالباب الثالث ثالثاً يوم باب يقتل علينا الباب الثالث هو تحقيق التوحيد توحيد مرة قالت إيمينا لماذا جاء به لم تنوحيد الرسالة سمتوت بعد أن ذكر لك وجوب التوحيد توحيد قديت عمون كتقوم بهلا وتعلمت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات. توحيد يا مجمرة قديتها كقديتها وشو اللي بلته قديتها مهونك عوقك بهلا. ثم تشوقت للتوحيد. كذا توحيد إن تودك هذا الرجوع بهلا. أراد منك أن تحقق التوحيد. توحيد إن تارجع قد فلقونه. كيف تحقق التوحيد؟ توحيد إن ديت المرة جا قد إيمت شاله. بالاعتقاد. وستن بوسنا وإيمانتنا. والقول. بنقدرمنا والعمل بتكبرمنا تحقق التوحيد بأن تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد ما رجعت يمين شلو بنبي الله إبراهيم عليه السلام من مرات ستجن تقتدي بسادات الأولياء عليهم الصلاة عليه رضوان الله عليهم الصحابة عندهم ولي بهونت بصحابتهم من مرات ستجن تقتدي بأن تبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك بتشهن بتهون توحيد لي مزنا سنجلنا ولا تقتر بكثرة الهالكين يتفات سويش بمبزاتك وصاف الشور ستكرنا تتوكل على الله لا على غيره بالله نجيك الله وشبع الله كرات ساتم مكانا إذا لابد نحقق التوحيد توحيد لنا رقابك الجبار نخلص التوحيد توحيد لنا ترى الجبار من الشرك كشرك ما ترى أكبر وأصغر من الشرك الأكبر أو الأصغر ومن المعاصي ومن البدع وبمقدار ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن نعم كتوحيد
ተውሂድ ባረጋገጥከው ልክ ሰላምን ታገኛለህ። ወልሂዳያ እንዲሁም ቅኑን መንገድ ትመራለህ። إذا لابد من تحقيق التوحيد وتخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي توحيدن كشرك كاداديس فتراوچنا كتلايو انجيلوچ ماطرات ياسفلغال ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالباب الرابع كذا مؤلفو اراتنيون باب بيتكسال وهو باب الخوف من الشرك كشرك متنقق مفرات اندالبن لماذا لمن لان المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك توحيدا بتككل يرغاغدته سو شرك اللي فراغد يلا ولان قد يقتر بعض الناس عندن سوش يتشوه بيشلال ويقول انا الموحد انا موحد نني ويبدع ويفسق الامه ويكفر المجتمعات ما هذا رسمون ليكفر ما هذا رسمون طفات لينو ليلي يشلال وهذا الامام المحقق للتوحيد ابراهيم عليه الصلاه والسلام يخاف على نفسه من الشرك انت من باب اولى توحيد بدن بيرغاغتوكن نبي الله ابراهيم عليه السلام كشرك يفرو نبره انت بمفرات يبلتكنا هنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله يا الله ليو وداج ناتشو ابو الانبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام نبياتهم يملكتنيوچ ابات ناتشو اثنى الله عليه الله سبحانه وتعالى ودسواچو كسر الاصنام بيده بجاچو طاوتاتن سبروا ومع هذا يدعو يكمهونو غارجن ماذا يقول ماذا يقول من يلو نبره يقول واجنبني يعني يا رب اجعل عباد الاصنام في جانب وانا في جانب اخر لا اريد اراهم اركنيلو نبره اوت املكون باند اقطاچا انين بليلا اقطاچا ادرغنيلو نبره فكيف بك انت انت ما يبل لتفرى يغبا كان الواحد من السلف يخاف على نفسه من النفاق ከሰለፎች መካከለ አንዱ በራሱ ላይ ንፍቅና ማስመሰልን ይፈሩ ነበር بعض الناس لا يخطر يوما من الايام على باله ان يدعو بهذا الدعاء وجنبني وبني ان نعبد الاصنام አንዳን ሰዎች ይህን ዱዓ ማድረግ ጭራሽ ልዝብሏቸው አያውቅም እኔንም ነብይ ኢብራሂም ያደረጉት እኔንም ልጆቼንም ጣዖት ከማምለክ አርቀን የሚለውን ዱዓ ማለት አልሙወሂድ حقا لابد يخاف من الشرك بتككل توحيد ያለው ሰው ሽርክ ሊፈራ ግድ ይለዋል كيف نخاف من الشرك كشرك እንዴት ነው ምንፈራ بدراسة التوحيد توحيدን በመማር بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه ሽርክን በመማር እንዳንወድቅበት بالدعاء دعاء በማድረግ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام እኔንም ልጆቼንም ጣዖት ከማምለክ ጠብቀን እንዳሉት بالبعد عن المشركين ከሙሽሪኮች በመራቅ ثم ان المؤلف رحمه الله جاء بالباب الخامس مؤلف አዘጋጅ ነው የዚህ አዘጋጅ አምስተኛው ርዕስ ላይ መጡ الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ እንደሌለ እንዲመሰክሩ ሰዎችን መጥራት እንዳለብን لماذا جاء بهذا الباب ለምንድን ነው ይሄን ባብ ያመጡት جاء بهذا الباب اراد ان يبين ان المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو للتوحيد توحيدن بتفكر ያረጋገጠ ሰው መጣራት እንዳለበት ያስገነዝቡና واراد ان يرد على من يقول انه اول ما يدعى اليه الصلاه هذا خطا اول ما يدعى اليه التوحيد مجمرة دعوة مدرق على البن صلاة يميل سواتين من سنة مستثنى مجمرة تغريب مدرق على البن توحيد النويل الآن يوجد في الطريق حفرة من قال لي يهونا قدر للناقين شلال وهذا الشيخ يمشي ولا يرى الحفرة المهم هذا الأستاذ نعم هذا الطالب نعم يهتماري بزاس يلف نعم وأنت تراه قدلوا السيقابة قدلوا السيقابة يعني تملكته الله تنبهه وتتركه تنقره الله يستطوه الله تقول اتركه يضيع واحد الحمد لله توصل النار إلى صيمة لا لو سقط في الحفرة أنت تضمن آثم يسو قدلوا كقبة أنت على فينة توصل الله هذا هذا إذا كان في حفرة من حفر الدنيا يهن قدي دنيا لي بالله قدل كهنا فما بالك الآن أنت تنظر مطلع على من يقع في حفر من حفر النيران ولا تنبهه ساتي اللبت قدل يقبى سات نقرو كهونس من يأكل يقبى دي هنا لماذا لا ندعو للتوحيد لمن دنا وده توحيد ما نتقرر هل نشك في التوحيد بتوحيد لين نتقرر هل نشك في كفر اليهود والنصارى يا ايهودوچنا نصاراوچن كهدت نترطرا اذا لماذا لا ندعو للتوحيد يكونه لمن انه نترك ما نترى الناس ايضا في هذا الباب انقسموا الى طرفين وسط
في باب الدعوة إلى الله ودع الله بنت عرف لي سويت عنهم ولا تعرفوش لنا عند مثاكلنيا بوتالنيا قسم من الناس لا يدعو إلى الله أبدا عندنا كسر بجراش ودع الله سبحانه وتعالى يتقرب حتى لو دخل داخل الآن هنا وقال أين القبلة يقول الله أعلم عندنا صدقته قبلة وديت نبيلهم كان أني لكن الله نمي أقول وقسم من الناس يتكلم بما لا يعرف ولتنيو طرف جدمو يما يكونو لي زبرك يكفر بالجمله بتقل يا كفر يفتي في الطلاق بفتش زوريا فتوى يسطا الصحيح الوسط تكتل اليوم المفكر لا تفتي فتوى الفتوى لها كبار العلماء فتوى تلك علماء تشالوس الذي تثق منه 100% هذا تعلم الناس برقتني متو بمتو رقتني وقهو النجر سويتنا السمر هل تشك في التوحيد بتوحيد الله ترى ترى الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم بارنا شيء ما يملك ملكتني أنا شيء ما جاء إنسان وقال أين القبلة ما تشك في القبلة تقول هذه القبلة عند سوى التامر قبلة ورين وكلنا له من ما ترى ترى يقول صلاة المغرب كم ركعة مغرب سنت ركعة نبي الهندسة يقول ثلاث ركعات لا أشك فيها طرفة عين بفتنة تملس اللي ثالث صوت ركعة نتلو أما جاء رجل وقال قلت اليوم لزوجتي أنت حرة عند سومتو لا بالبيتي عن شيء نت أنا شالكوات للي يشلع هل هي طالقة ولا تفتت لا شال تفتت شبكالة تأخذه إلى دار الإفتاء وده فتوى ما كنت وصلوا إذن لابد من الدعوة إلى الله ودع الله سبحانه وتعالى متألت قديتها تشنم شروط الدعوة خمسة يا دعوة مسرتوش عن مسنا الأول الإخلاص يا مجمّر يا الله بدل ما أخاف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بلاد شو يهمن مرينا ودع الله يمن أربتي ميلون المرانا قصة كسر الثاني الحكمة والحكمة هي السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولتنيو طبب ياسف النقال أذن مالت يا نبي صلى الله عليه وسلم سنانا والعلم الشرعي صوتنا وشريعة يوكت أسفل لقاء ومعرفة حال المدعو ما معنى معرفة حال المدعو يعني مثلا تريد تذهب إلى هرر مثلا لابد تعرف ماذا عندهم من إشكالات أي لغة يتكلم بها مثلا يمنت أراتشون سواج هنيتاتشون موقع لبه لم يصار أنت وده هرر مهير كفلك يا هرر سواج هنيتاتشون من دهنا يلا باتشو شكر دهنا مجمرا موقع لبه يمين نقول قوانبا من دهنا موقع مشار لبه الخامس من شروط الدعوة الصبر أمس تنيو كدعوة مصر تجوز تأجز مرة لأن بعض الناس يظن أن طريقة الدعوة مفروش بالورود عندنا سواج يجمد على الويل دعوة من قد بطعم يتمشاتي يتنتفى يمثل الشوار لا لابد من ابتلاء فتنا يما يكرنا قرنا المشكلة عندنا إنيا قال بطعم أستشقر ينكر أننا نظن أن الدنيا دار جزاء إنيا دنيا يكفي يا يدموز عقلي نسلنا يطلب العلم أوقتني مرض ويظن أنه خلاص طالب علم لابد أن يلبس المشلح وسيارة وقصر وكذا تماري شريعة مثل تمارسه ومكينة لنورو يقبل هنزع لنورو يقبل ويمدقمو يتلاقيو يتكبروا لسوتشن ملبس يقبوا أطلو يأسف يتشلال وبعض الناس يقول لي لماذا نحن في أثيوبيا في هذا الحال وأهل الخليج يعني عندهم أموال مثلا عندنا نسوج إنيا أقرأت شلي بزي بدهنة ينورن عربا قروشكن بطان بسكمات لنورو يمنورو لمن إنه ليلي يتشلال هذا الذي قدر الله عليك يه الله سبحانه وتعالى يوصلنا ونقر والله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير الله سبحانه وتعالى خيرا نجي أيوصلنا ترضى تود الله فلك الرضا من الله الله سبحانه وتعالى يودها وإلا قالوا نقر سخط الله عليك الله سبحانه وتعالى يكتب بها لك فلا بد أن نحقق الإيمان بالقضاء والقدر بالله سبحانه وتعالى وساني يعلن الإيمان لنا الرقاقتي قبل الصحابة رضوان الله عليهم يا نبي صلى الله عليه وسلم بعد ربوتش الله سبحانه وتعالى صلاته لله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك فني على وجهه أن سيعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بمكت لو كان الله أنه ملك فني يميود الله أنه ملك فني الله أنه ملك فني يميود له نسا باندران دم بيساتون رسول الله سلم تناقروا
عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي رضي الله عنه ود النبي صلى الله عليه وسلم سمعته قل يا الله ملكتني علي يتناجوا لم يقل واحد من الصحابة رضي الله عليه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي لم يحضر ونحن نريد هذا الفضل لا حققوا الإيمان بالقضاء والقدر كصحابوش مكاكل عندهم سو علي يزيبوا تعالى يلم لمن دنوا لنيا يما يستطنا لهم بتككل قضاءنا قدرنا الرقاق طوال نعم بهذا تم القسم الأول وهو يحتوي على خمسة أبواب يما جمر يون كفل بزي ناتك على لنسوم أمسنا قروتشن يميزنا وجوب التوحيد توحيد قديتانو فضل التوحيد يتوحيد الطرفات تحقيق التوحيد تحقيق ما رجعت الخوف من ضده يعني من الشرك تقارن من شرك ما تنكر الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله بالله سبحانه الله سبحانه وتعالى وجهونة من ملك أملاك إلا من ملون اندي مسكروا من التارات